اليوم راح نكمل راح نرد نركز على السيستم هذا تبع الروتيشنال دام مره ثانيه. اليوم راح احكي عن شيء اسمه ستابيليتي، وراح نشوف شو تعريف الستابيليتي. نرجع مره ثانيه، لو عندي هذا السيستم عندي هون فلاي ويل حداته وعندي هون شافت مركب على شافت دائري، هذا الشافت معي هون مثبت على بيرنج، وهون كمان في بيرنج تسمح له انه يلف، وحطيت هون دامبر الروتيشنال دامبر بدل ما تكون لينير دامبر، فما عندي هون غير انيرشيا اي وحدتها ايش راح تكون وحدتها؟ كيلوغرام متر سكوير، وعندي هون روتيشنال دامبر بي وحدتها نيوتن متر بير راديان بير سكند. اي وعندي بي. بدي ابني ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم، ايش السؤال لازم اساله؟ شو الانبوت؟ الانبوت بيكون تور از فانكشن اوف تايم او تي او اس بلاس 4، والاوتبوت راح اخذه راح يكون ثيتا مش اوميجا، ثيتا. طيب لو جيت عرضت هلا قبل ما اطلع ترانزيت فانكشن بدنا احنا نحكي هيك حكي بيننا، نشوف هيك فيزيكال ميننج، شو راح يصير بهذا السيستم؟ لما بعرضه لستيب فانكشن تورك ستيب فانكشن تورك ستيب فانكشن ايش راح يصير بالسيستم؟ هلا هو الانيشال كونديشن زيرو ستيشنري، ما في شيء اوميجا، اوميجا بتساوي زيرو، اوميجا زيرو بتساوي زيرو، ثيتا زيرو بتساوي زيرو. حطيت عليه ستيب فانكشن تورك فاجا مثلا 10 نيوتن متر او 1 نيوتن متر، شو راح يبدا يصير بالسيستم؟ راح يبدا يزيد، مش هيك؟ راح تزيد الزاويه مضبوط؟ والزياده طبعا راح تبدا تسبب زياده في السرعه، مضبوط؟ السرعه الدورانيه. طيب ايمتى راح يوقف هذا السؤال؟ ايمتى راح السرعه هاي تستقر؟ لما يصير الاكسلريشن صفر. تمام مضبوط؟ ايمتى بصير الاكسلريشن صفر؟ لما اوميجا كونستنت بصير اوميجا كونستنت. تمام، ليش؟ ايش اللي بصير؟ ايش اللي بالضبط بصير؟ ليش يعني ليش ما تضلها السرعه تزيد الى الابد؟ لانه الكونت لانه اشتغل كونستنت زيرو، لانه ايش الكونستنت؟ الكونستنت اشتغل زيرو، فانا الثاني مش اشتقت الاوميجا في الطاقه. بدي هيك تحكي لي فيزيكلي انت هلا السيستم هذا قدامك عرضت عليه، تفضل. الدامبر يعني الدامبر، تمام، شو بيعمل الدامبر؟ ما بخليها تيك. تمام، شو اللي بيصير بالضبط؟ ايش اسمك؟ عمر. عمر، ممتاز. ايش اللي بيصير بالضبط؟ الدامبر التورك تبعها مع ايش متناسب؟ مع السرعه الدورانيه، اذا السرعه ما بتقدر تزيد للابد، شو رح يصير؟ رح يوصل لحظه معينه شو يصير عندي؟ الدامبر رح تصير تحط تورك معاكس مساوي تماما للتورك اللي داخل عندي، مضبوط؟ صحيح؟ اذا اللي رح يصير هون كل ما السرعه زادت التورك المعاكس من الدامبر رح يكون بي اوميجا، مضبوط؟ مش بي مضروب في اوميجا؟ ولما بضرب بي في اوميجا شو رح يعطيني؟ نيوتن متر، النيوتن متر هذا رح يعاكس لانه هذا طبيعته فيسكس فريكشن، مضبوط؟ اذا رح يضل يزيد السرعه لحد عند لحظه معينه رح توقف السرعه، مش الزاويه، السرعه رح توقف عند قيمه معينه. بهاي اللحظه رح تصير السرعه كونستنت، مضبوط؟ السرعه الدورانيه كونستنت، وفي تورك معاكس من هذا التورك بعكس التورك اللي جاي من الخارج، مضبوط؟ واضحه هاي الفكره فيها؟ طب ثيتا ايش رح يصير فيها؟ بتزيد. بتزيد. ايمتى تتوقف ثيتا؟ ايش القيمه النهائيه اللي توصلها؟ حسب علاقتها مع التورك، حسب الفانكشن وعلاقتها مع التورك. احنا اتفقنا انه هذا رح تزيد سرعه التورك وتوصل سرعه كونستنت وتضل ماشي على السرعه الكونستنت. هاي ستيب فانكشن رح تضلها ستيب فانكشن. انت رح يوقف السيستم الوقت. ايش عندنا فورس؟ لما تسال عن الفورس. ما رح يجي عندنا فورس، انا حطيت ستيب فانكشن، ستيب فانكشن بالتعريف لانت رح تضل لانفينيتي، مضبوط ستيب فانكشن، نعم. بس موقف التورك ما رح يوقف التورك، التورك رح يوقف ستيب فانكشن. اوميجا صار لما يتساوي التو توركس من هون، هي انا اللي مدخله من برا هي التورك از فانكشن اوف تايم. اوكي ماشي. قبل هيك ما كانش في تورك، بعد هيك رح يضل في تورك الى الابد. مش تطلع على اوميجا، اوميجا شو رح تعمل اوميجا؟ رح تزيد عند نقطة معينة، رح تضلها تزيد ورح توصل اوميجا قيمة معينة. لو حطيت على اكسس مناسب، انا مش حاطط اكسس مناسب هون، بس لو حطيت على اكسس مناسب هيك افترض الاوميجا بتوصل هيك. هي اوميجا تي، مش اتفقنا ان اوميجا تي بتوصل بي اوميجا تي رح يساوي تاو هذيك اللحظه، مضبوط؟ طيب ثيتا شو رح يصير بثيتا؟
مقدار التغير. شو راح يصير بالثيتا؟ قديش القيمة اللي راح توصلها بالنهاية؟ انفينيتي. مش هيك؟ إذا ثيتا راح تضلها تزيد للأبد، لو رجعت بعد سنة أوميجا راح تضلها كونستنت، مش هيك؟ بس ثيتا شو راح يصير فيها؟ راح تضلها تزيد إلى الأبد. إذا كيف ممكن أرسمها؟ مش السيستم راح يضل يلف؟ مش هيك؟ إذا راح تضلها تزيد ثيتا 360، طب بعد 360 شو بتصير؟ ما راح ترجع لزيرو، راح تصير 720. مضبوط؟ مش ثيتا عمالها بتضلها بتزيد باستمرار؟ هل هذا بالنسبة لأوميجا، هل هذا السيستم جيد بالنسبة لأوميجا؟ مقبول بالنسبة لأوميجا مش بالنسبة لثيتا. لو أنت عم تتحكم في أوميجا هل هذا السيستم مقبول؟ مقبول. مقبول. لو أنت تتحكم بثيتا هل هذا السيستم مقبول؟ لا مش مقبول. مقبول. هذا السيستم unstable بالنسبة لثيتا. لأنه السيستم راح يضلها زاوية زي، تخيل حالك لو أنت بدك تتحكم بساتلايت ديش، والساتلايت ديش عايش تتحكم أنت فيه بأوميجا ولا بثيتا؟ لا بثيتا. بثيتا. بدي هذا الدش يمشي ووقف ووصل لنقطة معينة ووجه على ساتلايت، رد يتحرك السما يتحرك، هذا طبعا مصيبة بالنسبة لي مش هيك؟ رح يضل يلف باستمرار ما رح يوقف، إذا هذا أوت أوف كنترول، هذا سيستم أنستيبل بالنسبة للثيتا، لكن أوميجا هون السيستم ستيبل وصلت السرعة معينة، ولو بدي أرد أغير السرعة بغير مثلا تاو شوي بيرد بيثبت على سرعة جديدة. إذا هاي نقطة مهمة خلينا نفهمها، فاهمينها كيف بتصير؟ بدأ هذا السيستم يلف. في البداية فيش سرعة، قديش المقاومة تبعت الدامبر؟ زيرو. مش هيك؟ ما فيش عندي فورس لانه بي اوميجا اوميجا زيرو. فاذا التورك عم بيتاثر على ماسها، عم بيتاثر على الماس، على الانرشا، مش هيك؟ زي اف ام اي اي الفا. بيبدا هذا تزيد سرعه، مش هيك؟ لما تبدا تزيد سرعه بتزيد سرعه عمالها بتزيد اوميجا، شو صار بالتورك اللي راجع من قدام برجع بقاوم؟ بزيد، مش هيك؟ رح يضل يزيد لحد لحظه معينه بيتساوى، عند هذيك السرعه رح تضل السرعه كونستنت ورح يضل السيستم يلف عند هذيك السرعه، ما دام ستيب فانكشن موجود. بس ثيتا رح تضلها تزيد باستمرار. خلينا نحط هذا بشكل علمي، حكينا هلا كلام، حكينا كلام حكي. لو طلعنا الترانسفير فانكشن تبعت هاي طلعنا هذا الشيء ما رح يعيدها مره ثانيه، رح تطلع معي ترانسفير فانكشن جي او اس بتساوي ثيتا اوف اس على تورك اوف اس. طبعا انا هون هلا بدي اركز على ثيتا، اوميجا احنا عارفين انها ستيبل مش فيها مشكله، انا بدي افرجيك شو معنى ستابيليتي. بيطلع معي هذا اي اس سكوير زائد بي اس او واحد اس اس اي اس. مكان بامكانك كمان تطلع ثيتا من هون من ايش؟ ايش العلاقه بين ثيتا واوميجا؟ مشتقة. اوميجا مشتقة ثيتا، اذا ثيتا ايش بالنسبه لي؟ انتجريشن. اذا بعد الانتجريشن لكونستنت شو بصير في النهايه؟ بيضل يزيد مضبوط. اذا انت بتعمل انتجريشن لخمسه رح يضل الرقم هذا يزيد باستمرار كونتينيوسلي. إذا عندي هاي ترانسفير فانكشن من هون، خلينا هذا نطلع عليها ونشوف شو البولز تبعتها. ليش عرفنا احنا البولز؟ قيم اس اللي بتخلي هاي الفانكشن اللي تحت زيرو كلها بتصير لو رسمنا على الاس دومين، لاحظوا الاس دومين انا في عندي الرايت هاند سايد وفي عندي الليفت هاند سايد، هذا هون الريل اكسس وهذا عندي هون الايماجينري اكسس. لو هذول هذه الاس زيرو اذا وين راح يكون البول؟ في الاوريجن. وهو عنده عباره واحد على اس عباره عن ايش؟ فيزيكلي احنا بنحكي عن شو هو، واحد على اس عباره عن انتجريتر. هو يو اوف تي فانكشن بس ك ترانس يعني تاثيره على سيجنال، لو بدي اعالج سيجنال كاني بعمل انتجريشن. صحيح كلامه، واحد على اس هو فانكشن لو عندي فانكشن داخله. اذا واحد على اس هو عباره عن انتجريتر والثاني راح تكون ايش قيمتها؟ سالب بي على ماينس بي على اي. هذا لما بكون في عندي انتجريتر في الاوريجن، لما بكون في عندي بول في الاوريجن هذا انتجريتر. الانتجريتر اذا بدخل على السيستم ستيب فانكشن رح يضل يعمل انتجريشن للسيجنال، فبتضلها بتزيد باستمرار، هاي مشكلة. اذا هذول التو بولز هم تبعون هذه الفانكشن اللي موجوده. طب انتم هلا بتطرحوا لي كيف ممكن اعمل ستيبلايزيشن لهذا السيستم؟ هذا السيستم انستيبل اذا دخلت عليه ستيب فانكشن، رح يضل يزيد باستمرار. انا هدفي اصمم الدش هذا والدش هذا الكنترولر للدش والدش هذا او الانتين بدي احركه بده يوصل زاويه معينه وبدي اضل ثابت عليها. شو في شيء احنا ممكن نعمله نعمل ستيبلايزيشن لهذا التصميم؟ فيدباك. تمام احسنت يا غسان. انت واللي جنبك اعطيكم نص علامات. اذا انا ممكن اركب فيدباك، شو اللي بدي اعرفه؟ ايش اللي بدي اتحكم فيه؟ الاوميجا. لا ثيتا. ثيتا. إذا أنا رح آخذ الآن السيستم هذا، أي رح أرسمه كبلوك دايجرام،
السيستم اللي كان موجود هون هي انا عمال بغزل عليه التورك وبطلع معي ثيتا مضبوط هذا الاوتبوت الترانسفير فانكشن تبعته هي هواي هذا على اس في اس اي بلس بي حتى اعمل فيدباك يعني شو بدي اعمل؟ بدي اقرا الزاويه هاي وراح استعمل انا هون يونيتي فيدباك في اتش اوف اس ايش راح تكون؟ اذا كانت يونيتي فيدباك اتش اوف اس هون راح احطها واحد يونيتي فيدباك وهون راح اخذ هذا ايش اسمه الفيدباك نيجاتيف وراح احط انا هون كنترولر انا راح اسميها هي هاي الكنترولر اذا هذا السيستم الان عندي هي ترانسفير فانكشن واحد على اس في اس اي بلس بي عملت انا هون فيدباك رح تشوف هلا ليش الفيدباك اللي رح تشوفه عفوا ليش الكنترولر حطيت انا كنترولر بس ضربت في كي طيب نقدر احنا نطلع الترانسفير فانكشن الجديده لهذا السيستم مش تعرفوا تعملوا بلوك دايجرام ريدكشن شو ممكن اعمل بهدول الاثنين؟ كنترول كنترول هون اذا هذا السيستم بصير عندي بس في اس سكوير ماي زائد في اس عندي هون نيجاتيف فيدباك قديش اتش او اس؟ واحد اذا الترانسفير فانكشن اكيد ممكن ابسطها اكثر الان باخذ جي على واحد زائد جي اتش بس اتش واحد بتصير هالجي على واحد زائد جي لما هاي هلا بعملها جي بتصير واحد على واحد على جي على واحد زائد جي بتصير عندي هاي كي في اي اس سكوير زائد بي اس على واحد زائد كي على اي اس سكوير زائد بي اس البسط المقام بدي اضربهم بشيء عشان ابسط اخفف هذا شو بقدر اضرب البسط المقام في ايش؟ اي اس سكوير زائد بي اس اي اس سكوير زائد بي اس شو بضل عندي فوق؟ كي كي وتحت شو بصير عندي؟ كي اي سكوير كي زائد اي اس سكوير زائد بي اس زائد كي اذا الترانسفير فانكشن النهائيه تبعت السيستم رح تصير بالشكل التالي للكلوز لوب هذا كلوز لوب سيستم في شغله راح احطها قبل ما اكمل راح احط هاد سهم زي هيك شو معنى هذا السهم اللي زي هيك؟ فاريبل كمان مثلا انا كي بقدر العب فيها زي ما بدي انا بدي اصير هلا اشتغل بكي واغير حتى اشوف ايش الريسبونس اللي بيطلع معي اذا عندي هون كي راح تكون فاريبل الترانسفير فانكشن عندي هي كي على اي اس سكوير زائد بي اس زائد كي الاوتبوت هو ثيتا اس والانبوت هو تي اس هلا تغيير الكي راح يبدا يغير هذا السيستم راح يتغير اشياء كثيره بهذا السيستم هلا لما تبدا تزيد كي ايش تتوقع كان عماله بصير بالسيستم لما انا بصير ازيد قيمه كي السيستم هلا هون ايش وضعه اندر دام اوفر دام ولا كريتيكال دام هون اوفر دام اوفر دام صحيح اوفر دام هلا لما ابدا اغير كي راح تشوف السيستم هذا بدا يتغير راح اخذ الان احط اي بتساوي 1 كيلو جرام متر سكوير وبي راح احطها بتساوي 10 نيوتن متر راديان بير سكند راح استعمل هدول الرقمين الان اذا شو ترانسفير فانكشن هلا النهائيه بالسيستم راح تصير عندي كي متغيره راح اخليها كي لان انا بدي اغير فيها راح يصير عندي هون اس سكوير زائد 10 اس زائد هاي الترانسفير فانكشن تبعت السيستم وكي بس وحده اني اغيرها حتى اشوف السيستم هذا شو بصير فيه وشو بصير فيه هون متذكرين الريسبونس تبع الاوفر دام سيستم كيف كان يعمل لستيب لستيب فانكشن لو انا دخلت ستيب فانكشن على اوفر دام سيستم كان يعطيني شيء زي هيك مضبوط متذكرين مضبوط هلا رح نشوف كيف هذا رح يتغير بتغير الكي طيب خلينا ناخذ قيم مختلفه للكي خلينا نبدا بقيمة K راح اختارها اظن اول قيمة لـ K انا مقترحها هون هي 9 لو حطيت K الان 9 راح يصير عندي الـ C
السيستم هذا اس سكوير زائد 10 اس زائد 9. قديش البولز تبعت هذا؟ وين البولز اللي صارت تبعت هذا؟ ماينس 1 ماينس 9. قديش؟ ماينس 1 ماينس 9. ماينس 1 ماينس 9 صحيح احسن، ماينس 1 ماينس 9. اذا خلينا نشوف هلا بدنا نرسم هون بنحاول نستعمل شوية الالوان. اذا ايش السيستم صار في البولز تبعته؟ وين كانوا البولز بالاول تبع الاوبن لوب سيستم؟ زيرو كانوا زيرو، فلان بس 10 راح يكون بالحاله هاي مش هيك؟ اذا كان اول البولز هون زيرو راح اشيل الان هاي لانه حددنا القيم كان ناقص 10. حتى خليني اكبرها شوي عشان يكون هاي مساحه اكثر. ايوان دي ناقص 10. ايش الوحده هون؟ ايش وحده الفريكونسي؟ هيرتز. راديان بير سكند. الحالة هاي راديان بير سكند. قديش صار هلا؟ 1.9. إذا شو صار؟ إيش عمل كي على السيستم؟ الكلوز لوب فيدباك مع فورورد كنترولر، إيش عمل بالسيستم؟ حرك البولز مش هيك؟ هلا بطل في عندي بول في الأوريجن مضبوط؟ هذا عندي تحرك من هون لهون وهذا تحرك من هون لهون، هذا صار ناقص 9 وهذا ناقص 4. طب خليني اخذ كمان قيمة الآن، راح اخذ قيمة هي واغيرها ل 16. لو غيرت قيمة هي 16 اغير هذه 16 وهذه 16. وين راح يصيروا الآن البولز؟ ماينس 2 عندي قديش ايش الرقمين؟ 8 و2 مش هيك؟ ناقص 8 وناقص 2. إذا راح يصير عندي ناقص 2 وناقص 8. طيب لو جيت ايش عمل المعمل كل الوقت؟ بغير كيف؟ شو عمل بغير بالسيستم؟ غيرت البولز، غيرت الكاركترستكس تبعت البولز، وكل اللي عملته شو حطيت هون؟ ذكرت اللوب وحطيت كنترولر انا بغيرها. لو رديت زدت كي الان مثلا عندي 16 عندي 21 خليني اوصلها 25 الان، لو وصلت كي الان 25 شو بصير عندي البولز؟ كريتيكال كريتيكال تمام ممتاز. إذا بيصيروا التنين، إذا البولز التنين بيصيروا ريبيتد مش هيك؟ لأنه 25 كيف بحللها؟ بتصير اس بلس 5 ترفيع مش هيك؟ إذا بلس 5 إذا رح تصير عندي 2 بولز الآن هون نحطهم بالأزرق. إذا شو السيستم صار؟ شوفوا السيستم اللي إحنا بدينا فيه كان له شكل معين وتصرف معين، كيف أنا غيرت الكاركترستكس كلها تبعته؟ باستعمال إيش؟ باستخدام الكنترول. اذا هلا شو رح يصير بالتايم بالرايز تايم تبعه سرعه الريسبونس تبعته؟ يصير اسرع. بده يصير اسرع مش هيك؟ بس هل عندي اوفر شوت الان؟ لا لا لا. فارسم بالازرق نفسه هذا اللي رسمناه هناك رح يصير السيستم هيك. كيف عرفت انه في بعدين في شغله ثانيه مهمه تغيرت، شو الشغله الثانيه المهمه مهمه جدا تغيرت في السيستم؟ شو كان السيستم بالاول لما كان اوبن لوب؟ اوبن انستيبل. كان ايش؟ انستيبل تمام، كان انستيبل لانه الاوتبوت كان انباوندد. لما انا سكرت اللوب مش بس غيرت الكاركترستكس تبعت السيستم، كمان خليت السيستم ستيبل. اذا هاي نقطه مهمه جدا، تغيير مهم جدا صار عندي بهذا السيستم. هي ميزه الفيدباك، الفيدباك عمل لي ستابلايزيشن وعماله بخليني الان كمان بتغيير الكنترولر اللي موجود هون اغير الكاركترستكس تبعت السيستم. طب ليش انا بحب اجيبهم هون لهذا؟ شو اللي استفدته بالسيستم نفسه؟ ما عملته ستيبل في الاول، ايش استفدت اشياء اضافيه الان؟ شو حسنت بالسيستم؟ قبل ما ابدا اوفر شوت كان ما كانش بالاول اوفر شوت عندي، ما كانت مشكلتي انه هو بطيء، شو تحسن الان عندي؟ الرايس تايم، تحسن عندي الرايس تايم. شو بتتوقع هلا بصير لو نزلت كي كمان؟ بصير اندر تايم، بصير عندي اوفر شوت اندر تايم، فراح اخذ القيمه الجديده اللي راح اخذها الان هي مثلا خلينا ناخذ 26، ولو اخذنا الان 26 وغيرنا الخمسه هاي ل 6 والخمسه هاي ل 6 ايش بصير عندي الان هلا السيستم؟ هلا بدي احسب البولز مش هيك؟ هلا المشكله عندي هون هذا صار كومبلكس كونجيكت بير. خلينا نحسب البولز، البول راح يكون عندي اس 1 و 2 بيساوي ماينس بي بلس ماينس بي سكوير اللي هي 100 ماينس 4 في 26 شو راح تعطيني؟ 104 على 2 مضبوط؟ 100 ناقص 104 شو راح تعطيني؟ ناقص 4 مضطر انا ناقص الجذر الناقص 1 احطه جير مش هيك؟ جذر 4 قديش؟ بصير عندي 10 على 2 قديش؟ ناقص 5 زائد ناقص جي، بس الجي مضروبه في قديش؟ 1 2 مش هيك؟ لانه نحن جذر 4
أنا خسرنا 2 على 2 صحيح أنا خسرنا 2 صحيح أحسن رح يصير عندي ناقص 5 زائد ناقص 1 وين صاروا هلا الفولز؟ بنحطهم بالأحمر مثلا وين صار عندي الفولز الآن؟ شوفوا لاحظوا شو عملوا؟ مشوا باتجاه بعض وبعدين؟ رح يطلع هلا هيك رح يطلع هذا بس واحد لفوق من عنده 5 طلع واحد مثلا هذا تحرك هيك والسيستم هلا شو بدي شو رح يبدا يفرجيني هون بالريسبونس تبعه؟ لو رديت زي زيد كمان خلينا ناخذ اخر قيمه راح اخذ قيمه مثلا 34 34 فعند كي هلا كي راح اغير قيمتها من 26 راح اعملها 34 فعملت قيمه كي 34 وين هلا بصير عندي الجذر هلا الكومبلكس كونجيكت هير راح يصير عندي 34 في 4 قد ايش؟ 120 136 مش هيك؟ 100 ناقص 136 راح يصير عندي جذر ناقص 36 ناقص 10 زائد ناقص 2 مضبوط؟ جذر 36 6 فبصير عندي 10 10 على 2 5 جذر 36 6 على 2 3 فبصير عندي ناقص 5 زائد ناقص 3 معناها وين البولز الجديدة هلا راح تتحرك؟ واحد اثنين تقريبا ثلاثة هون وهذا هون إذا أنا استطعت باستعمال كي واستعمال فيدباك على هذا السيستم أحول السيستم من كان أول شيء أنستيبل عملته ستيبل وكمان صار كان أوفر دامت خليته كريتيكلي دامت وبعدين خليته أندر دامت هلا أنا ممكن أوقف عند نقطة معينة اللي الرايس تايم يكون منيح فيها مقبول وما فيش أوفر شوت كثير مش هيك؟ شو هذا بعتبر السيستم هذا صار ستيبل وبرضه عمال بعطيني جود رايز تايم وفي شويه اوفر شوت ممكن اوقف عند قيمه معينه البولز تحركوا معي واضح كيف حركت البولز تحركوا البولز معي من البدايه لحد ما وصلت للنقطه هذه في اسئله عن هذا؟